الخير دكتور جاد. مرحبا هيما، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ انا بخير. يعني معهم حق صراحه الاطفال، انه يعني شوي ما يحبوا زياره طبيب الاسنان. قبل ما نحكي انا وانت عن هذه المخاوف والتكنولوجيا التي باتت يعني هيك بتقلل من هذه المخاوف للاطفال، خلينا نحكي انا وانت عن اهميه فعلا العنايه بالاسنان وأسنان الأطفال. والبعض يقول أنه هي ربما تبدأ منذ أن يكون الطفل في بطن والدته، يعني يكون جنين. صحيح؟ صحيح 100%. نعم. خاصة أنه تكوين أسنان الأطفال بيصير بوقت الحبل. نعم. وكل الدراسات بتبين أنه الحبل والمشاكل اللي بيصير بوقت الحبل كتير بيأثر على الكالسيفيكيشن أو قوة هدول الدراس. عشان هيك نحن بنطلب دائما من الأمهات أنه إذا بدهم يبلشوا يهتموا بأسنان أولادهم يلي جايين، إنه يبلشوا يهتموا بأكلهم، يهتموا كمان بطريقة عيشهم يلي بيعملوها بوقت الحبل. نعم. دراسة الحليب أهميتها هيبقى مش بس إنه هن دراسة رح يوقعوا بعدين، بس الأولاد بيتعلموا ياكلوا، يلفظوا، يبلعوا، وهن شغلتهم أنه يحافظوا على المحل للدرس الجديد كرمال لا يطلع. نعم. هلأ البعض بيقلل من موضوع دراسة الحليب وأسنان الحليب، بيقول أنه ما هي رح تنزل ورح بعدين يطلع محلها الأسنان الدائمة. ولكن يعني أنا أم لأطفال، اليوم عندما تعرض أولادي في يوم من الأيام إلى تسوس في هذا الضرس وتوجهت إلى طبيب أطفال، كان هناك عناية كبيرة من قبله وشال عصب وأنه يعني كأنه سن لحدا كبير. صحيح. فأخبرني مدى أهمية هذه الإجراءات، خاصة أنه البعض بيقول طب ما إحنا بالآخر حنخلعه. معك حق 100%، وهذا السؤال اللي بيسألونا إياه دائما الأهل. بالنسبة لنا دراسة الحليب شغلتهم أنه يحافظوا على نوعية الدراسة النهائيات اللي بيطلعوا، رح أحكي بعد شوي صغير لقدام. عنا أطفال بيجوا لعنا عندهم خراجات على دراسة الحليب، دراسة النهائيات اللي بيطلعوا محلهم بيكون عليهم نقط لونهم أصفر أو نقط لونهم أبيض، لأنه الخراج أثر على تكوين الدرس النهائي. مشان هيك درس الحليب كتير مهم نحافظ عليه كرمال نقدر نحافظ على دراسة النهائيات. بعد بدي أحكي شغلة كتير مهمة. من تقريبا سنتين طلع دراسة عملت بفنلندا عولاد عمرهم بين 6 و 12 سنة، وتابعوا هدول الأطفال لمدة 25 سنة، وشافوا الأولاد اللي كان عندهم مشاكل بدراسهم، مشاكل بالنيرة، كان عندهم مشاكل قلب وشرايين القلب عمر أكبر. ليش؟ لأنه البكتيريا اللي مسؤولة عن التسوس اللي اسمها ستريبتوكوكوس ميوتانس هي ذاتها مسؤولة عن مشاكل كمان بعض مشاكل القلب. مشان هيك نحن بنفضل نقول للأهل بليز اهتموا بسنان اولادكم. نعم. لانه هذا الشيء مش بس بحافظ على دراسه النهائيات، بحافظ كمان على صحتهم بالاجمال. نعم، جميل جدا ما تحدثت به. دكتور، كيف بتتطور عمليه عنايه الاطفال باسنانهم بحسب الفئه العمريه؟ يعني لو بنحكي الاطفال من هن صغار كثير بيقدروا انه يمسكوا فرشاه الاسنان، كيف بقدر انه اخلي ابني فعلا انه يكون مواظب على هذه العاده؟ هذا سؤال كتير حلو، رح جاوب عليه ورح أقول بالأول أنه كل توجهاتنا نحن هو أنه الأهل بعمر كتير صغير هن يهتموا بسنان الأولاد، لأنه بعمر أقل من 7 سنين الولد بعده ما بيعرف يربط شريط صباطه، لكن بعده ما بيعرف أنه يقدر يفرش أسنانه. مشان هيك بنطلب من الأهل قبل عمر 7 أنه هن يواظبوا على تفرش أسنان أولادهم الصبح وعشية. بعد شغلة لازم يعرفوها الأهل، أنه الدرس أول ما يطلع بالتم عنده 3 سنين بيكون أعلى ريسك أنه يعمل تسوس. نعم. عشان هيك قبل عمر 6 أو 7 هو أكتر عمر هدول الدراس والأسنان معرضين أنه يعملوا تسوس. نعم. عشان هيك نحن دايما نطلب منهم أنه يتفرش الصبح وعشية مع الأهل، وأنه ينتبهوا على نوعية الأكل. نعم. يتحاشوا القصص اللي بتلزق، يكونوا عم يأكلوا مرة واحدة حلويات بنهار مش أكتر من هيك. نعم. البعض بيتحدث من أطباء الأسنان باستعمال الخيط، ما بعرف إذا طبيعي. أنت من مؤيدين هذه الأفكار. نرجع للدراسات. الدراسات تتفاوت بين واحدة والتاني، بيحكوا عن فعالية الخيط. بس بالإجمال بينقال أنه الخيط بنظف بين بشيل أو بخفف ريسك التسوس بين 40 ل 80%. مشان هيك نحن بننصح فيه حتى. نعم. بعمر كتير صغير. نعم. طيب يعني العناية بأسنان الأطفال إلى حين الكبر،
هناك بعض المشاكل التي قد يواجهها الأطفال من التسوس الزايد حتى لو كانوا عم بيتفرشوا أسنانهم بشكل مستمر، ولكن هناك تسوس ربما من أكل المحليات والشوكولا وما إلى ذلك. كيف ممكن أنه يعني نحمي أسنان أطفالنا من حدوث الوجع؟ لأنه هني مش رح يفهموا أنه هذا التسوس مرتبط أيضا بوجع، وهذا سؤال دائما بنواجهه حتى من الأطفال أنفسهم. يعني أنا عم بنتحل شخصية طفل اليوم لما بيحكي لي أنه أنا طب بفرشي أسناني صبح وليل مثل ما قال الدكتور، ولكن هناك أوجاع، بعض الأوجاع بالأسنان، ليش السوس بيجي على أسناني؟ لأنه التسوس بحد ذاته معلق بأربع فاكتورز، نعم، أربع أسباب، يلي هو أسباب الجينية، نوعية الأسنان، أسباب الحبل، هذا الشيء اللي حكينا عنه، طريقة الأكل، طريقة تفرش الأسنان. نعم. للأسف في بعض الأطفال حتى ولو عم ينتبهوا على أسنانهم، نوعية أسنانهم مش منيحة، بخلصوا مع التسوس. مشان هيك زيارة طبيب الأطفال كل ست أشهر هي مهمة جدا. نعم. جدا. نعم. طيب المشكلة الأصعب ما تحدثت به الآن، زيارة طبيب الأطفال. هذا الموضوع مخيف جدا بالنسبة للأطفال، على الرغم من أنه هناك تكنولوجيا أصبحت حديثة لم تكن موجودة من قبل. صحيح. يعني الطفل اليوم فيه اللافن غاز، هذا نوع من الغازات المضحكة أو اللي بتخليه يسترخي أكثر. 100%. هناك طرق مختلفة وحتى خفة بالنسبة لطبيب الأسنان بإلهاء الطفل، تلفاز ربما في الأعلى، الكثير من الملهيات بالنسبة للطفل. لا يزال بعض الأطفال بيشعروا بالألم بالزيارة، كيف ممكن انه يتخطوا هذه الاوجاع وهذه المخاوف؟ نحن بنعرف كثير منيح انه زياره طبيب الاطفال، اسنان الاطفال فيها صوت وفيها ريحه وفيها احساس بالمنج يلي، نعم، هو عاده بيصير. فنحن بنعرف انه هذا الشيء منه هين، بس بنحاول قد ما فينا انه نهينه على الطفل. بس هذا الشغل بينعمل على ميلتين، الشغل بينعمل بالبيت والشغل بينعمل عند طبيب الأسنان. مشان هيك بقول للأهل دائما حضروا أولادكم بطريقة هينة لزيارة الأطفال. نعم. إذا كان على اليوتيوب أو على الفيديوز اللي معقول يفرجوها للأطفال، كمان الكتب يلي بيقدروا يفسروا لهم شو معقول يقدروا يعملوا عند حكيم الأسنان، وكل شيء بيتجهز الولد بطريقه بسيطه وخفيفه، هذا الشيء بيساعده انه وقت يوصل عند طبيب الاسنان يكون نوعا ما حاضر. نعم. للاسف انه بتعرف الاولاد دائما بالنسبه لهم انه بدي اروح عند الطبيب يعني في ابره، نعم، يعني في فاكسين، يعني للأسف في وجع. لا تزال هناك امهات تهدد اطفالها بالابره للأسف. يعني وبتصير بتقول انه عم بخاف. صح، للاسف يعني هذا الشيء صار. نعم. او بياخذك عند الحكيم. نعم. وهذا الشيء كثير سيء، عشان هيك نحن بنقول دائما انه حضرون بطريقه جيده، ما تخوفون. ونحن بالعياده نجرب قد ما فينا انه نساعد هدول الاطفال انه يتخطوا هالخوف. في اطفال بيتخطوها بسرعه، فأطفال بدهم عدة جلسات. نعم. عشان هيك نطلب من الأهل أنه طولة بال. صحيح. نقدر نتساعد على هذا الشيء. عم نشوف نحن هلأ أنت وبالعيادة بعيادتك الخاصة عم نشوف اهتمام خاص بالأطفال، طريقة تعاطي هيك مرنة وخفيفة، وكأنه طبيب الأطفال بده يكون نفسه طويل مثل ما تحدثت، ومتخصص حتى بالصحة النفسية. صح. يعني أكيد. هذا موضوع مهم. هذا الفرق الكبير. نعم. بينه وبين طبيب العادة. هو الابروتش، أو نحن كيف بنخلي هالولاد يتقبلوا. نعم. وصدقين الولد بده يلعب، بده يتسلى، بده يتضحك. بنجرب أنه نفرجيه هالوجه الحلو تنقدر عن جد نوصل هالشغل يلي هو صعب. نعم. بالإجمال. نعم. بهالطريقة اللي عم نلعب فيها، عم نغني، عم نرقص، هدول القصص نعملهم كل يوم. نعم. دكتور، بالنسبة لللافين غاز اللي تحدثنا أنا وأنت عنه، هو أحد الأمور اللي بتهين كمان. صح. عليك شغلك، خبرني عن هذا الموضوع أكثر، وشو عوارضه الجانبية؟ لأنه في الكثير من الأهل، ربما قابلت البعض منهم، بيجوا بيقولوا لك ما بدنا تعطيه لافين غاز، جرب طريقة مختلفة. صح. هذه المخاوف هل هي حقيقية أو لا داعي للخوف منها؟ خليني أعطيكم ديفينيشن أو شو هي لافين غاز. بنسميه نحن conscious sedation، يعني بيبقى الولد واعي. نعم. كل الوقت ما بيخفى، بس بخليكم ريلاكس مسترخي، ما في عنده أي عوارض. وهذا الشيء هو بيز على دراسات ومنشورة من الويب سايت تبع الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريك دنتستري. مش هيك أنا بقول للأهل فعلاً أنه لو في ريسك، هذا الشيء نحن ما بناخده نحن على عاتقنا، ولا بنحب أنه ناخده على الأطفال. مشان هيك بقول لهم أنه بنجرب قد ما فينا نحاول أنه ما نعوز إذا ما عزنا، بس إن كيس الولد عنده
شغل صعب، عنده شغل طويل، او هو متردد، بنفضل انه نعطيه شيء يكون مرتاح وسيف اكيد. نعم نعم. طيب دكتور، يعني وصلنا الى اخر هذه الفقره، ولكن بتمنى منك انك تعطي نصائح للاهل بخصوص العنايه باسنان اطفالهم. انا رح احكي عن ثلاث قصص. اول شيء هو تفرش الاسنان. نعم. صبح ومساء. دقيقتين الصبح، دقيقتين عشيه. نعم. مع معجون اسنان يكون لعمر الاطفال وفرشاه للعمر، هذا واحد. اثنين، البعد قد ما فينا عن السكريات، وخاصه الاساس اللي بتلزق، لولي بوبس، كانديز، مارشميلوز، هدول يتبعدوا عنهم قد ما فيهم لانه بيلزقوا على الاسنان بيبقوا فور اورز. وثلاثه اكيد زياره طبيب اسنان الاطفال مرتين بالسنه، هذا الشيء كثير ضروري، هيك نلقط شيء على صغير احسن ما يكون تطور ووصل للعصب ولا تلبيس نكون بلشنا بشيء صغير. صحيح. بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمه، على حضورك معنا اليوم ايضا الاختصاصي في طب اسنان الاطفال دكتور جهاد نصر، شكرا جزيلا.